الجينز. الجينز. تعرف إلى قصة الجينز وكيف أصبح أشهر بنطلون في التاريخ. كبيراً كنت أو صغيراً، غنياً أو فقيراً، مديراً أو عاملاً، فأنت حتماً ترتدي بنطلون للجينز ولا تخلو خزانة ملابسك منه. هذا الجينز الذي يعتبر أيقونة عصره وعصرنا الحالي، كان له الفضل في تغيير الموضة وثقافة الملابس في العالم كله. فمهما اختلفت الثقافة أو اللغة، ومهما بعدت المسافات بين قارة وأخرى، وفصل التقدم بين دولة حملت لقب متطورة وأخرى حملت لقب نامية، يبقى البنطلون للجينز على رأس قائمة الأزياء التي وحدت العالم وغيرت أذواق البشرية بالكامل. فهل فكرت وأنت ترتدي بنطلونك للجينز أن تسأل نفسك متى وكيف ظهر هذا الاختراع، وكيف استطاع أن يحافظ على موضته طوال هذه الفترة قبل دخوله إلى مجال صناعة الملابس؟ استعمل قماش الجينز الذي يتميز بمتانته في صناعة أشرعة السفن وأغطية العربات التي كانت تجرها الخيول. أما تسميته فتعود إلى اسم موطنها الأصلي في مدينة نيم الفرنسية التي كان يصنع فيها هذا النوع من القماش القطني، فأطلقوا عليه اسم الدنيم الذي انتشر كزيل البحارة وخاصة الإيطاليين من مدينة جنوة الإيطالية التي استخدم سكانها هذه النوعية من القماش والتي كانت تعرف بالإنجليزية باسم جينز. سر متانة هذا القماش يكمن في كيفية صناعته والمواد التي تضاف إليه ليكتسب هذه القوة مع الحفاظ على المرونة التي يتمتع بها، وما يزيد من هذه المتانة غسله لعدة مرات ثم تجفيفه، حيث كان يتم غسله سابقاً لسبع مرات متتالية وسط سائل يلونه بالأزرق كان المسؤول عن اكتسابه اللون الشائع الذي عرفناه به. 20 أيار 1873 هو التاريخ الرسمي ميلاد البنطلون للجينز الذي نعرفه اليوم، ولكن حكاية ميلاده تعود إلى ما قبل هذا التاريخ، وهي الحكاية التي صاحبت مخترعه في رحلته من بافاريا في ألمانيا إلى سان فرانسيسكو في أمريكا عام 1853، بحثاً عن رزقه كبائع متجول يصمم السراويل الخاصة بعمال مناجم الذهب من الخيش. في هذه الفترة كانت حمى تعدين الذهب قد بدأت في كاليفورنيا، وبالطبع زاد احتياج عمال المناجم إلى ملابس قوية تتحمل ظروف العمل القاسية، وكان الخياط جايكوب ديفيس أحد الخياطين الذين حاولوا صنع ملابس من شأنها تحمل تلك الظروف. تعرف ليف ستراوس خلال عمله على جايكوب ديفيس وقررا معا الاستفادة من متانة قماش الجينز في تصنيع بنطلونات يبيعونها لعمال التنقيب وسكك الحديد والبحارة والمزارعين ورعاة البقر الذين كانوا يحتاجون إلى ملابس مصنوعة من أقمشة رخيصة الثمن وتدوم لفترة طويلة. لكن كانت المشكلة الوحيدة التي واجهت ديفيس هي أن البناطيل تتمزق من الجيوب، لذا عزز زوايا الجيوب بمسامير معدنية التي جعلتها أقوى. حاول جايكوب ديفيس تسجيل براءة الفكرة، إلا أنه لم يكن لديه المال الكافي لتقديم الأوراق، ولذا في حوالي عام 1872 عرض ديفيس على ليفي أن تحمل براءة الاختراع اسميهما معا في مقابل تحمل ليفي للتكاليف. فبعث ديفيس برسالة إلى ليفي كشف فيها عن الطريقة الفريدة التي يستخدمها لصنع البناطيل مستخدماً المسامير فيها لتجعلها تدوم لفترة أطول. تحمس ليفي للفكرة، وفي 20 أيار 1873 تلقى الرجلان براءة اختراع من مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية. عقب ذلك أصبح ديفيس المشرف على إنتاج البنطلون الجديد في مصنع ليفي ستراوس وشركاه، وبعد فترة وجيزة تم تصنيع أول جينز من الدنيم النسيج التقليدي لملابس الرجال، وفي غضون فترة زمنية قصيرة للغاية حقق نجاحاً رائعاً. وقد أدى ازدياد الطلب على هذا المنتج إلى إنشاء مصانع أخرى لتلبية الطلب الكبير على هذا النوع من البنطلونات في الولايات المتحدة وخارجها. لم يكن للجينز بنطلوناً بالشكل المتعارف عليه، وإنما كان بحمالات على الكتف أو يغطي الجسم كله أوفرول. وفي الخمسينيات من القرن الماضي أصبح الجينز دون الجزء العلوي رمزاً لتمرد الشباب، بعد أن أكسبه جيمس دين شعبية في فيلم رابل ويزاوت كوز إنتاج 1955. ولأنها أصبحت رمزاً للتمرد منع ارتداء الجينز في المدارس والمسارح والمطاعم. وفي الستينات أضحى الجينز أكثر قبولاً، كما بدأت النساء في ارتدائه بعد انطلاق فيلم The Misfits
للنجمة مارلي مونرو والذي ارتدت فيه البنطلون للجينز. وبحلول السبعينات والثمانينيات ذاع صيت للجينز في العالم كله في القرن الماضي، ما شجع الشركات العالمية الفاخرة على استعماله لتصنيع مختلف أنواع الأزياء والأكسسوارات، وبالتالي ارتفعت أسعاره بعد أن كان مقتصراً على طبقة العمال فقط. وجد للجينز له أسواقاً جديدة في العالم بعد أن طاله التجدد الذي يحكم كل ما يتعلق بالموضة، بحيث أصبح مستعملاً لتصنيع جميع أنواع الألبسة الخاصة بالكبار والصغار، النساء والرجال، نظراً لكونه مريحاً مقاوماً للتعرق بفضل نسيجه القطني، ويمكن ارتداؤه في كل الفصول. وما زاد من الإقبال عليه أنه أصبح متوفراً بسماكات مختلفة وأسعار متفاوتة تناسب كل الميزانيات. ورغم أنه أصبح متوفراً بألوان متعددة، بقي اللون الأزرق منه الأكثر رواجاً، بحيث لا تخلو خزائن أي منه من قطعة على الأقل مصنوعة من هذا القماش الذي لا يشيخ. وأصبحت من الاختراع التي لم يقضي عليها الزمن، ومن الصعب تخيل العالم بدونها.